المعجزة المشهورة الجميلة اللي يعني أثرها شايفينه لغاية دلوقتي، معجزة نقل الجبل المقطم. معجزة نقل الجبل المقطم كانت أيام المعز لدين الله الفاطمي، وقداسة البابا في ذاك الزمان كان البابا إبراهام أبو زرع السورياني، وكان في وزير كان يكره المسيحيين جدا، وكان ليه صديق يهودي. صديق اليهودي بيقول للوزير ده: المسيحيين عندهم آية بتقول إن كان لكم إيمان مثل حبة الخردل لقلتم لهذا الجبل ينتقل من هنا إلى هنا فينتقل. فيلا جبل المقطم زانق جدا على مدينة القاهرة، ويوم ما يتنقل جبل المقطم المدينة تكون في يعني وضع جميل جدا ومميز. فاستدعوا البابا، قالوا له: عندكم آية بتقول كذا؟ قال: آه. قالوا: طيب قدامك 3 أيام عشان تنقل الجبل المقطم، ويا إما يتنقل الجبل المقطم يا نفني المسيحية من مصر. قال لهم: حاضر. رجع، كان مقر البابا في ذاك الزمان الكنيسة المعلقة النهاردة، فجمع الآباء الأسقف والرهبان اللي عايشين معاه وقال لهم: حصل كذا كذا، احنا هنصوم من دلوقتي. وقعد يصلي ويصرخ زي ما أبونا بتاع كنيسة تريب يصلي ويصرخ. في يوم بيعملوا التسبيحة بالليل، فعند العمود الرابع على اليمين، بصوا ملاقوا العذراء أم النور على العمود الرابع اليمين. راح البابا بسرعة وسجد كده، فالعذراء أم النور قالت له: ما تخافش، الجبل المقطم هينتقل، بس في واحد اسمه سمعان، ده إنسان تقي جدا. ده مرة واحدة يعني بتكلمه، ويعني كانت عايزة يعني تسقط معاه أو حاجة زي كده، فقال لها: يعني إيه اللي عاجبك فيا؟ قالت له: عينيك. فراح المخرز بتاعه وراح مطلع عينيه، فده تجيبه توقفه جنبك، لأنه لما يقف بس قدام السماء، السماء بتهتز. لا، حاضر يا أم النور. وبعدين عملوا قداس في الفجر، والبابا واقف وجنبيه سمعان الخراس. البابا يقول: نعم نسألك يا رب اسمعنا وارحمنا، كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا ليسون. يسجدوا، يقوموا، أول ما يقوموا الجبل يرتفع، يتحرك البابا، الجبل يتحرك. وكان الكلام ده في وقت الشروق، حتى إنه الجبل لما كان بيرتفع كانت قرص الشمس بيبان من تحت الجبل. وقعدوا كذا مرة يسجدوا ويقوموا ويتحركوا، ينزلوا الجبل ينزل، يقوموا الجبل يقوم، يتحرك يمشوا الجبل يتحرك. وبعد ما تمت هذه المعجزة يقول التاريخ: فتقدم المعز لدين الله نحو البابا وترجل عن جواده، نزل من فوق الحصان، مش يكلمه هو راكب فوق الحصان، ترجل عن جواده وقال له: الآن علمت أنك ولي، سل ما تريد. قال له: عايز عمارة الكنائس. اللي أنا عايزه اسمح لنا نبني الكنائس. من زمان وأيامنا وأبائنا قال: عايز عمارة الكنائس، وعايز أرجع كل الناس اللي اترفدوا من يرجعوا لدواوين الحكومة. جه يديله فلوس، قال له: شكرا، ومرضيش ياخد منه الفلوس. الكلام ده مكتوب في السنكسار. عايز اقول له: ابني كنايسي من فلوس اولادي. فالعذراء ام النور بشفاعتها ظهرت للبابا ابراهام ابو زرع، قالت له: ما تخافش، هننقل الجبل المقطم. وصار مكان الجبل المقطم النهارده ايه؟ عشان المعجزه العظيمه التي تمت في ذلك المكان. ربنا يا احبائي متعنا جميعا بمعجزات السيده العذراء وبشفاعتها القويه. الرب معكم ويبارككم بكل بركة روحية، لإلهنا كل مجد وإكرام من الآن والأبد.